السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة ساجدة شاشان. درسنا اليوم ذكر الله تعالى. الحب دائما مرتبط بالوصل والذكر والشكر، وحتى نكون محبين لله عز وجل علينا أن نكون شاكرين له وذاكرين وحامدين وسائلين. فجاءت الآية الكريمة بالبشارة الإلهية وقالت: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكرت لنا الآية أن السبب الوحيد لطمأنة الروح وسكينة النفس واستقرارها يكمن في ذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما معنى ذكر الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي تصدقهم بالذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أفضل من الجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله. الله تعالى، هذا يعني أن لذكر جدا في دين الإسلامي. ذكر الله هو قوله المسلم بحضور قلبه وخشوعه وإخلاصه لله عز وجل من أقوال يتقرب بها إلى الله تعالى، تلاوة القرآن الكريم والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته ومختلف الأذكار الواردة والتي نعرف. وذكر الله تعالى اثنان: ومستحب في جميع الأحوال والأوقات، وحذرنا عن ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. وحذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأنه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسران المبين هي النتيجة المحققة. وبين لنا رسول الله عز وجل الفرق بين من يذكر الله عز وجل ومن لا يذكر الله عز وجل، كالفرق بين الحي الذي يتنفس ويعيش ويشعر ويرزق وبين الميت الذي لا حياة فيه. وقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحكم الآخر لذكر الله عز وجل أن يكون مكروه. هل لذكر الله أن يمكن أن يكون مكروه؟ نعم، في حالتين. الحالة الأولى في خطبة الجمعة، يكره الانشغال بذكر الله عز وجل وبأي شيء آخر، وعلينا فقط الإنصات للإمام والخطيب. الحالة الثانية حالة قضاء الحاجة في الخلاء، علينا وقتها أن لا ننشغل بذكر الله عز وجل. فما فضل ذكر الله تعالى؟ فضل ذكر الله تعالى متعلق على أمر، وهو نوعية الذكر أو صنف الذكر. فجميع أصناف الذكر يترتب عليها الأجر العظيم من الله عز وجل، بأن يقول أي نوع من أنواع الذكر، مثل سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، وأي ذكر آخر. الفضل الثاني الذي يعتمد على أذكار مخصوصة خصها النبي صلى الله عليه وسلم في وضعية معينة، مثل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهو حديث صحيح موجود في سنن النسائي. الذكر الآخر المخصوص مثال عليه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33، 66 ذكر، وكبر الله 33، ف
فتلك 99، فما تمام 100؟ تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما المحصلة؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل الذكر معتمد على نوع الذكر، فما هي أنواع الذكر؟ ذكر الله عز وجل إما يكون أقوال مأثورة غير مقيدة بزمان أو مكان أو وضع معين، مثل أن يقول أستغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو أي ذكر آخر. أو النوع الثاني الأذكار المرتبطة بحال معينة، فورد الذكر بلفظ معين لا يجوز الزيادة عليه أو النقصان عنه، مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بعد أن ينتهي المسلم من الصلاة يقول أستغفر الله 3، أو يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول. وتذكروا يا تاسع الحصة قبل حصتين طلبت منكم أن تأتوا بواجب صيغة سيد الاستغفار، طلبت منكم أن تحفظوها كنشاط شخصي وذاتي لما له من أجر عظيم مترتب عليه. يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. موقن بها أي مصدق مؤمن واثق بالله عز وجل ومخلص لله عز وجل في قراءتها. اشتمل سيد الاستغفار على توحيد الله تعالى، نعم، في عبارة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، واشتمل على الثناء عليه بخلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، واشتملت على الاعتراف بالذنب وهي أبوء لك بذنبي، أما طلب المغفرة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فما أفضل الذكر بعد أن تعرفنا على أنواع الذكر؟ أفضل الذكر على الإطلاق هو تلاوة القرآن الكريم، ومن بعد الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها. هل جميع الأذكار تأخذ نفس الأجر؟ طبعا لا، تختلف قيمة الأجر المترتبة على الذكر باختلاف نية الذاكر وإخلاص الذاكر وخشوع قلب الذاكر. فمن خشع أكثر ومن أخلص النية لله عز وجل أكثر ومن استحضر قلبه أكثر أخذ أجرا أكثر من غيره. ما الأمور التي ليست بواجبة عند ذكر الله عز وجل وإنما هي من آداب الذكر وتجعل الذكر أكثر قبولا عند الله عز وجل؟ أولا الطهارة قبل الذكر، طهارة البدن والثياب والمجلس والمكان بشكل عام. والثاني الإخلاص في الذكر، أن لا نردد مثلا 100 مرة أستغفر الله ونحن نشاهد التلفاز أو مشغولين في أمر آخر، يعني أن نحرص على قدر ما نستطيع أن يكون قلبنا حاضر في الذكر. فما أثر ذكر الله تعالى في حياة المسلم؟ الذكر والطاعة تزيدان من مؤشر الإيمان عند العبد، فمن كان ذكره أكثر وطاعته أكبر كان إيمانه أعظم بالله عز وجل، وكان متوكلا على الله أكثر لأن تواصله مع الله عز وجل مستمر وبشكل دائم، التزم بأوامر الله تعالى واجتنب نواهيه. وعندما يكون المؤمن متصل مع الله عز وجل على الدوام يستشعر عظمته سبحانه وتعالى أكثر ويلتزم أوامره. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فما أثر الذكر من النصوص التالية؟ قال تعالى
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أثر الذكر هنا يقي المسلم من عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. حديث صحيح. ما أثر الذكر المترتب؟ أن الذكر يزيل الهم ويحقق الصعب عن ويحقق الصعب وييسر كل عسير ويسهل أمور الإنسان ويبدل الحزن بفرح وسعادة ورضا وقناعة. نكون قد أنهينا محتوى الدرس يا تاسع. أرجو منكم حل أسئلة الدرس كواجب وأرساله لي عبر الواتساب، ويعطيكم العافية وشكرا لاستماعكم.